عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. صوبت اليوم لي صابلي بريستيج اللي كيجيو زوينين وراقيين في المنظر ديالهم، كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. تابعوني حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه باش صوبت هاد لي صابلي اللي ساهلين وبساطين وفي متناول الجميع، كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. كنحتاجو 250 غرام ديال الزبده اللي كتكون بحرارة المطبخ، وكنحتاجو 100 نصف كاس تقريبا ديال السكر كلاصي او سكر بودرة. كنخلط المكونات مزيان حتى كينسجمو وكيوليو على شكل كريمة وما كيبقاش يبان لينا السكر مع الزبدة. بهذه الطريقة اللي كتشوفوا معايا كتولي على شكل كريمة. من بعد كنزيدو كاس لاروب تقريبا ديال زيت نباتية، وكنمزجو الكل جيدا حتى كينسجم مزيان جميع المكونات كينسجمو. وكنضيفو بيضة كاملة وجوج معالق ديال النشا. كنتهبطو فيه خصني شوية شوية، كنزيدو يا لالا جوج معالق كبار ديال النشا، هو اللي كيجيب لنا الكاطو ديالنا حسين. ومن بعد كنزيدو نصف كيس ديال خميرة الحلويات، وكنبداو نزيدو في الدقيق شوية بشوية حتى كينسجم لينا العجين وكيتجمع وكيولي رطب، ما يكونش قاصح بزاف. انا دخلت ليا كيلو ديال الدقيق على حسب النوعية ديال الدقيق اللي عندكم. هذا هو الشكل ديال العجين ديالنا، كيف ما كتلاحظوا معايا هو رطب. كنديروه في بلاستيك غذائي ونخليه واحد المدة ديال ربع ساعة في الثلاجة. من بعد ما تمسكت لينا العجين لمدة ديال 15 دقيقة في الثلاجة، كناخدوها وكنديروها في وسط بلاستيك وكنطلقوها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا بالتلاك. البلاستيك كيساعدنا وكيخلي العجين تطلق دغيا بسهولة، ما كتعذبناش. من بعد كتاخدوا اي مرشم اللي متوفر عندكم. انا اختاريت هاد الهلال حيت عندي الموتيف ديالو، وكنقطعوه بهاد الطريقه هادي وكنديروه في الفرن على نار مهيله. هذا هو الموتيف اللي غادي نستعمل بالنسبه لهذا الشكل ديال الهلال. وغادي نخدم معكم الشكل الثاني اللي هو من نفس العجين وعلى شكل دائري، حتى هو غادي نقطعوه بنفس الطريقه اللي قطعنا بها الشكل الاول كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه للشكل الثاني هذا هو الموتيف اللي غادي نستعمل ليه. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب، كيتجينا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. الشكل بقى كيف ما هو، ما تنفخ ما تبدلو الشكل ديالو. دابا غادي نصاوب معكم واحد التلصيقه كنستعملوا فيها جوج معالق ديال الشوكولاط الابيض، نتوما على حسب الكميه اللي غادي تكفيكم. انا بالنسبه لي هذه الكميه غادي تكفيني، ودرت اللون اي لون بغيتو. وغادي ندير جوج معالق ديال العسل، هاد التلصيقه هذه ديال الصابليت ممكن لكم ديروها باي مذاق وباي لون بغيتو، كتجي رائعه. كنمزجو الكل جيدا وكتعطينا هذا الشكل هذا اللي غادي تلاحظوا معايا، كتجي رائعه لا في المذاق ولا في الشكل ديالها، وكتلصق مزيان لي صابلي اي نوع ديال صابلي بغيتو تلصقوه بها.
اولا تزينوه بها. بالنسبه للموتيف باش غادي نزين لي صابلي ديالي، انا خديت الشوكولا سوداء درتها فهاد ذوبتها ودرتها فهاد القريعه هذه، وغادي نبدا نعمر فيهم بهذا الشكل هذا اولا بمعلقه بالطريقه اللي ارتحيتو فيها. غادي نملئهم كاملين وندخلهم المجمد حتى كيجمدوا مزيان. بالنسبه للموتيف الثاني انا اختاريت انني نملئه كامل بهذا الفخوي اولا بداك الحليوات الصغيورين بالالوان، كيجي فيهم منظر جميل. وغادي ندير لهم شوكولا بيضاء باش يبانوا الالوان اللي فيهم. بعد ما عمرت المول كامل بالفخوي اولا بالحليوات الصغيورين اللي بالالوان، كنملئ عليهم الشوكولا بيضاء كما كتلاحظوا معايا، وندخلهم المجمد حتى يجمدوا مزيان، ونرجعوا باش نكملوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. من بعد ما جمد ليا الشكل الاول كيف ما كتلاحظوا معايا هو كيزول بسهوله، كنقلبوا المول وكنضربوا عليه واحد شويه هي بشويه وكيزول لينا كيف ما كتلاحظوا معايا. وحنا وصلنا للمرحله ديال التزيين، كناخذ الشكل ديالي الاول وكندهنه بالعسل اولا الناباج على حسب اللي متوفر عندكم. انا متوفر عندي العسل، درت العسل وغادي نحط عليه داك الموتيف ديال الشوكولا اللي درت بالطريقه اللي كتشوفوا معايا، وندهن له الجوانب ديالو بالعسل ونديرهم في الكاوكاو مهرس على بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل ديالو، كيجي زوين بزاف. اما بالنسبه للشكل الثاني فغادي نديرو داك التلصيقه اللي صوبت، غادي نديرها في الوسط باش ما تخرجليش من الجوانب وتضيع لي الشكل ديال الحلوه ديالي. وغادي ناخذ داك لي موتيف اللي صوبت قبيله في الليمون وغادي نحطو عليها من الفوق. وهذا هو الشكل ديالنا الثاني، كيجي على هذا الشكل هذا زوين بزاف، كنتمنى انه يعجبكم. هادو هما الاشكال ديال لي صابلي ديالي اللي صوبت اليوم، كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه عليكم. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.